هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عادي هل جوتي وحر بابر واحد ان لو ذاقي سو اتصعب سو لو ذاقي سو هدي انا بعد سو مال ودمتي في ما دام نقل سو حيرتي يا هل قاعد كسو انت بقى. انت بقى. هروقل والله الورت قول خباي قارا هندق مذا قصة حدير تولو سطو دي نعبري كسار مبورو فور ليرا وما شوبة مركب ما قاعد عادي ما قاعد عادي مرحبي هاي ماذا اي حسن نور محمد باليرة حسن نور محمد مركا حسن نور ومركا بولفور قد لا انا اهد عاو قد اللي هاي ميا اللي ذا ها مركا قد اللي هاي مركا بريها انا بويرا كسوا عين هسي هاتي مركا قلت انا ددك قد استعمالون امي مركا قصت قد كنا مستعمالوا لكن تلافنوين كان ددك ليهم با مرويل سبرنا هدا سبركا نقوصو طوري كيغا برساماتي واي خوريت يا سبر اسكاقا دي marka sabirkaas way marka album soo هل معنا نقضي أو قنين ونصا ميلوغين هل معنا ربي يسير كبل لاوني معلن كاين هرتو حالي معلن سنين معلن سنين باليرا أو خير الله سيا بعد أن نروح جي حاجين ونقضي مركا يوسف وحوي هويس وحالي را قاوي بيهيس وحالي را محسين هري وشعري محمد ليرا سكر ده هو أبيس محمد كواي ولكن حسين ليرا مركا وحاله ودلي بين ليرا أو دين الأسوة تقبل قصة على أمريكا تجي يدقال كقصي ماشي وقول انتي بدوال ولكن سكوي حسن لده هاي أسينو وحوشوا بقول فرب شوا مد لده هاي مين وحوشوا مين ليرا بينو بشوا قبر أو أسير الله لتي أو أما أمريكا بوس اللوكتور بوسكا أيضا ما حد شوكتا ميل بولفور تودو تورو ليه هو مغر لي لا يبقى شوكتا أمريكا ننكا سنون لي قانوا حتى قف أحان ما أنت قف لي أو أنا سيو خساي حال ميلا سكولا لني أمريكا ويلا هذا كور عرديتا هم أني إسدقالين وحاكقا نيني وجيغ أي أمريكا هذا قف كي مرونغو إيو حتى واي فوقي سيو ملاينا مركا وعلى اي كرا مركا ايش تشا يعني وين كان دغالين لوغه نيني مركا دن ساس تهي ارض هدا كور مرا لا مري مركا مر مركا جينك مري مركا قوف او جيد لو تاغي او لخرين ما هينن بريالك بعد وارس وا غيرت لكن ادي اسق ما اسكو تيين مركا هل مرنا ولا ود غدا ليدي مركا ما اسو تيين بدين قرامتين أنا وها أذكر قالوا لي سكدو أو مش ودنا بس سكدو بنا هاي مركا أنا أفكر غفا وحير أسكتر سرابون واقرت مركا عادي ما قصنا جفتها مركا عادي أسيق سكفع متين سكفع أنا وحوي حسن بنك وين حسن هاي ما قصنا جفتها مركا عادي أسيق سمع قصنا جرا أنا أفرتني لحبة جرا أسيقنا وحوي أفرتني شنو marka hadda asaga inuu arintan sameeyo goormaad waatay inuu dad beer abuurkan ku shaqeeysto miyad ogeydeen goormaad ogeydeen xaalkiisa maxaad ka wareysay inteed xaaladiis maxaad ka wareysay asaga horta niyo waxa weeye asaga markii aan waddankan ka tagay waxaan aaday baareer baan aaday wax yar ba soo jiray waa ka laabtay boolomareer ilaa qoryooley ilaa waa ka sii baxay xamara maray بندر قاسم و بوساس سي الي مركي عم بحكي دي باو عاري صوتا جاي مركي اسيقو مقانا يمي دانو مركي عمي يوسف مقانا هاي لاليربا مقانا يتوا مقلا هاي كبعدنا مرا صوتا عالي شاكو لي يوسف اسيقا تلافا غني صوت دري ميلا كسور هاسدي صوت دري وحو يري نين يوسف ليرا متقانين ها يوسف محمد ليرا يوسف مدفي ليرا متقانين ها ninkaas allah u raxmad markii liibi ku dhintay ninkaas geerisan noo sheegay liibi ku dhintay asiga telefoon mar baqaanday soo diray oo asiga inuu geeriyo
بافنا اساس بافنا يا مركا بنت الشيء يا مركا دبا نمبرك هاي وحيري السيدي اوتشو افقو يمبيا كلها انا وحيري ننكاس وجيري ليبي مركا لوي اللي ما اسكورتتي هبط اسكفر يا ماشي ننكاس ماشي غنتي عمل شيء هي هي وانا جيري ساسابي هي مركا وركي شاي اوف او شو يا بيرو شو سو عي مصطفى الليرة سو عي رنت على سو الشيء أسير وسوق الدنيا والحيري لينك يوسف هاي أرك أرنك على سو نوشة هو غيري يدي لأنه نوشة أسير ولا كذب أبار مركز شو غي مرك هذانا أسير ده سو عي بيا مرك وحيري أنا يوسف أنا هاي هاي مرك يوسف هو غيري تلو شيء ساعة ما ما أنا وراء مغيري أنا لقوم هذا مرك واحد شو غا أفكي بنت شو غا شارينا حمرك صوتي وركنيو وحاسوه ذا خيج بسوه ذا خيج سأنا أرجع كأنه عيال ماشي كدول يريون هوا مرك وحوي مقاومة ذا هاللي جل حد له مرك أضيع أديان كا هذا هاليو جيو أضيع ديان كا إني لو جيو مرك مقاومة ذا لو هلو إنك أسيو أسيو خيج سوه ذا ودنا كا إني سوكر له أو اللي حر له هركتك على قصة ما يو مركي يا هرك تقوى حوالي بصمة يصير وضعها إذا كذي كذي يسامي وكاد معنا محولة ريجا صودا أو عل بيا قدام يا صودا ولي انتين صوعه ها 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 دبا ها هي كذي مركا أضيع شيء مجارد ولا ولا هلا مركا كذي ما حد على مركز وحي وحي مركا وحي صول يصير وفضيان له هاي كش غيان مركا نيو ولا نصوت على kiga soo wada niyo ninkaas dhibaatada ni laga laayay rabno marka si soo socdo maanta hadii la hirdib keda leedahay waa ina sheegna hey hey howl wad gashay bay hey howl gliyay dadti waa mashquuliyay mashquul oo qofuray dad oo meel iska fidi u tagen arni oo wiilka soo socda dhiriyaha naga maqanay oo dibada ka imaaday marka ninkaas soo socdo tii loodahay kiriisa soo soo imaad haye aw riig markii leeyahay muxuu raa markaa ila hadda laga sugeeyay riig ila hadda warsa marka shaqooyinkaas asiga oo dadka inuu lug gooyo been sheego muxuu ka helaa faa'iido ka helaa maxay tamiishii kartaa horta niyo ninkaas yaraantii hadda kor wuxuu sameeyay wuxuu yiri mid ka hadda asiga oo walaalkiisa oo bayno joog ma u sheekan jiray walaalkay oo asiga dadka ku way way marka walaalkay wuxuu yiri laan lubi ah oo saan u seexan gadaashida sagaar joog sagaaradaas marka lubi inay shid ka dhaxbay sagaarad ku diri hadda qor noo sheekan jiray asiga yar hey marka ninkan bentis waxa uu maleeynaa burfuriyo tuulooyinka inay ku agtahay marka waxa ka caalam ka dhan maanta waa tan la yaabi yahay oo lagu mashquulay dadka iska ooynayo dhahayaan wiilkan naga maqan wiil baan helnay saaway oo wiil ku dhagan oo maanta marka in ulu kac tahay oo yar ka tahay in oo dhab ka tahay waa garan la sanay oo ninkaas isku dhadejinay marka ninkaasna waxa weyn in la yaqaan waay marka qofkii isku dhadejiyo marka dhibkeeda leedahay waa garta marka hadda reeb bulu furtiin arintan waxay ku noqotay magaalada tacaan oo ka dhigay oo magaaladiin waxay noqotay tuuladiin waxay noqotay tuula caan ah noqotay een yusuf sabti sawaay walow is wax fiican aan ku noqon hada dadan ninka hoos la waday mislada dadkii la waday waa jiraan oo macallin uu aha ma la dhigi karaa dadka mas waxa arday ku aha meesha asalada oo sidaa dadan dadan bentu ha dadan bentu grupka asaa wax ku qaraabo jiray ma horta ninkan yaraantii isagoo yar oo marka saacadan loo baranin oo dadka dhaxmar weyn u sameeyna wadanka ka tagay laakiin kutaabta oo dhiminta oo dugsiga markii jawaab beentaas uu sheekeyn jiray laakiin sheekada yuusuf ay bar la oran jiray marka uu tagay marka haduu bahay oo meelaha iska aadin marka qof oo fudud hadda waa ka dhaafay marka horta markii imaaday dhaxdaas beertii isagoo meesha ku lahaay yaa bac ka sameeyay marka walaalihiisii inay ka celiyaan rabeen beertan lama iibinayo marka joog baa la yiri marka hataa in yara kaftagno marka waxa uu yiri niyow meeshii dugsigeen
أهان شري بحرم أو شنو اللي جه أنا كسم أي ستي وركا شركة بكون هاي بايو ودي شري هي مركو عياري إذا مرك كدمو هو بحي حمر إني هذا وايسو وعي مرك كدمو مرك يا سيدي تجي أو هرجس تجي وايسو وعي وحويري حسن أو هرجس بيجوا واقرت مرك دواعتنا يعني ركا إنسى مين إن مم مو ملين إن كدمنا ويرك ورئيس هو قبل عوي أو شيء كذا صدح مرتين والسود الجاي مرك برنامجك والسود الجاي وان دعوي مرك وحن يصير نيو برنامج كان دوتر سامي فيسبوك ميل ولب دحدك مرك هرتك سامي مرك عنده هذا نيو نك صاحب كاوي وكحشو بس ده ولكن بنت انت اسلي قف دي اوارد كدي دكي انت قرشتات اسلامي وقش صور دك دباتي ميسو دباتوين مدري من سمعت اس دباتو دكو قوانا هاي انو كمقين هاي او بين لو شيغا دقال لغو عنا عابا انو كمقين هاي او دقال لغو عنا سو ولفتي دو حقنا تكاها لشين مونيت سو ماهنو انا دومتا كقبتين اي هيد سو ماهين وانا فوق هاي ماركارت واحاوي ميل لغاري كنون متشوغو اغنو غادة وادريم ارتاوان قولاغو لا 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 oto waxa aan leh dadka gacanta ku haya walaal yar horta ninkaas waxa weeye qof siyaasi ka shaqeeyo ma ahan oo siyaasi maanta hadda waa maqlay la dhahay qolada muqaawinadu waa ka tirsanahay oo waxa media laga sheegay waa maqlay qof oo ka shaqeynayo waxaas ma ahan qof fudud oo been badan waaye marka waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed halu soo wareejiyo markii koofar galbeed lagu soo wareejiyay elboorkan waa dareemi kartaan waxii dadka u baxay oo loo tagay waxii tuulfurka tagayo waxii ka imaanay baydhow gudaha ka imaanay waa arki doontin marka waxa leenahay waxa leedin toosanaya dadka ogaadeenka oo meeshi degan ogaadeen ayay ogaadeen way maxamed suweer way reer isaaq way ayay aabahay hooyadii madii dhashay walaalayaal waxa leenahay ninkaas waa nin maskiin ah oo been badan beentas mooyi waxna baa oo asiga dadku sameeyay mid jiree walaalayaal ninkaas horta gacanta maamul koonfur galbeed halagu soo wareejiyo mid kale waxa sameeyay dhibaatooyin ugu weyn ninkii xaruur oo ka maqneed oo xaruurti siyaasi leh kala shaki baa ku awuray umadii kullu kala shaki baa ku awuray sax sax marka waxaan oranayaa marka walaalayaal aragtay hatta tuulada buurfur marka wiil baa kalumay mar hore kalumay jaangir meshi dhigana wiil war lagama hayo marka wiilkaasna waxa weeye qolba barnaamijka waa la gali doonaa insha Allah oo is baadi waa dadka waa dadka waa baafid doona adigana waa aad iyo aad waqtigaad qaaliga nala qaatay dadka shacabka soo saaq baaqday farinta aad dirto waxaan u malee door inay gaari doonto farintaas waana kaaga mahad celinna walaal waa wari dulqaad badan baa tahay khayr Allah ku siiyo marka cimriga Allah dheereey dhamaatay barbaanta aad iyo aad u maasantahay aad iyo aad u maasantahay guuliso barada guuliso kaas waa mid ka mid ah dadkii la soo koray meel lagu wado gudayso oo sheegay ee buurfuulna ka soo hadlay waa dadkii laakiin waxa hadda daneynaa aad u daneynaa waxay tahay dadku dhibaato u geysteen ahilno oo dhibanayaasha ahaa taas ayaa muhiim u ah haday jiraan in qad lagu dhibaateeyo oo been lagu sheegay lacag laga sirtay waalidkaaba ama walaalkaad u baafinay ama walaalaha ehelada baafinay in lacag laga cunay sida siyaabo badan hore u dhacday haddii ay jirto aad ama aad ku toomiso nasiga yahay fadlan nala soo xiriir si aan kaydka u dhigmo waa SWTV Somali Odin TV Baarasar Axmed oo danahay meel baa joogtaa nabadi barqayn rajeynaya wada shaqayntu bulshada ayay dan u wataa aan wada shaqayno si aan u gaarno yoolka aan leenahay ah inaynu danteeno aanu meel ugu soo wada jeesano waxa dhibka dadka bulshada Soomaaliyeed ku haya ama ba maarta lugayd luqafada iyo lugayd ku haya bulshada Soomaaliyeed maxaa waa dalkeenu waxaan ognahay in dawlad hawlahaas ka shaqeysa aanu jirin bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa aan iskaashano midiyuna waa awood saddexaad ee ama qowd saddexaad marka aan wada soo wada kaashano si aan wada jir wax ugu qabsano wabila tofu aan Axmed inahay meel baa joogtaan qeyri buraqada rajeynaya dhamaantiin.